في هذا السقاء كانت امرأة كريمة ومعطاءة. من هذه المرأة وما اسم هذا الزقاق؟ دعونا نتعرف عليه في هذه الحلقة، كونوا معنا. هذا المكان الذي نحن موجودون فيه هو مكان يدعى زقاق عنيقة، وزقاق يعني الطريق الضيق. وحقيقة هذا الطريق ينسب، الطريق الضيق هذا ينسب إلى امرأة من عائلة الشوام. هذه المرأة تسمى عنيقة أو العنقاء، ونسب إليها لأن هذه المرأة كانت متميزة بادخارها للمال، بمعنى أنها كانت تحفظ قرشها الأبيض ليومها لليوم الأسود. وكان الناس في هذه المدينة كانوا يأتون إليها فيستدينون منها المال لوقت معين، كانت هي تدينهم تعطيهم، وفي الوقت المناسب كانوا يردون إليها مالها، بمعنى أن هذه المرأة كانت مدبرة، كانت تعرف كيف تحفظ هذا المال، ولذلك نسب إليها هذا الزقاق الذي كان في يوم من الأيام يعج بالحياة.